ما شفتش يا جدو علبة البلوبيف بتاعتي؟ بلوبيف ايه ده؟ العلبة اللي كانت في التلاجة يا جدو. لا يا حبيبي ما شفتش حاجة. امال هي راحت فين بس؟ وانا ايش عرفني يا ابني، ما تروح تسأل ابوك يمكن اكله. ابويا ايه بس يا جدو، ده ما بيحبش ياكلها. طيب يا حبيبي انا قلت لك ما شفتهاش. ما شفتهاش ازاي يعني، ده انا سايبها في التلاجة. ما قلت لك ما اعرفش. حاضر حاضر يا جدو. اهو مش هو، طب ما اكل انا بقى. عامل ايه احلى تطة في الدنيا؟ كويس. ممكن يا تطة اطلب منك طلب صغير؟ اوه انجز. بصراحة كده يا تطة انا عايز اكل معاك اندومي. يا حبيبي اندومي ايه؟ طب تاخد اللي بلا دي وتأكلني معاك؟ يا. طب خد اللي بلا والتفاحة دي وأكلني معاك. باي تو يا. عشان خاطر يا تطة. انسى حبيبي. طب هات معلقة واحدة بس. باي تاخ يا بس. انت عيل بخيل. عامل ايه يا سمسم يا احور؟ حبيبي يلا كل اللي انت بتعمله ده يا احور. باكل الجمل. الله يخرب بيتك، بتاكله ده كده يموت. مالكش دعوه، انا عارف مصلحته. ماليش دعوه. طب خد الجمل. تستاهل يا احور. بتضرب الجمل وانا بفطره. طب تعالى يلا بقى اكله وغذيه، اكله وغذيه. حاضر حاضر. يلا حبيبي اغسل لك سنانك. يا عم سنان ديفه. غلط كده يا صاحبي، سيب سنانه. يا عم مالكش دعوه، اغسل نفسك. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. طب يلا بقى تعالى احط لك حمام كريم. لا لا مش عايز. وكمان بتحط له حمام كريم يا ابني، كده شعره يقع. مالكش دعوه يا عم، حط حط. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. روح يا سمسم وهات لي الشحن بتاعك بسرعه. حاضر يا اخويا. خد يا اخويا الشحن اهو. ايه ده يا ابني، بقول لك هات الشحن، جايب لي الهاند فري. انا اسف يا اخويا، والله ما اقصدش. ما تقصدش يا بس، ده انت عيل حمار. خلاص بقى والنبي. طب يلا بقى غور من وشي. خلاص اسكت اسكت. الله يخرب بيتك. جدو جدو انا جدو ضيفي. بجد يا طاطا بطعم ايه؟ دوت طعم مانجا، خد مية. لا لا يا حبيبي ما بحبش المانجا. لا انا خطي يا جدو، مية واحدة بس. ماشي يا سيدي عشان خاطرك انت بس. صدق طعمها جميل قوي. ايوه جدو واحدة بقى حقها. حق ايه يا ابني، انا اصلا مش عايز دولسي. مية. كلت ايه بس، هو مش انت اللي قايل لي كل؟ حد